بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح امتحانات تانية بكالوريا امتحانات الوطنية بطبيعة الحال لمادة علوم حياة الأرض، المسلكين بجوج والتخصصين بجوج، يعني مسلك ديال علوم حياة الأرض والمسلك ديال علوم فيزيائية. حنا كنصحو غير امتحانات ديال خيار فرنسية ولا مسلك دولي، ولكن اللي كيسميو كذلك بيوف اوبسيون فرونسي بحال بحال. دونك ان شاء الله نحاول نصحو جميع الامتحانات الوطنيه الى بغى الله ديال خيار فرنسيه، لا سيونس فيزيك لا سيونس دو لا فيو دو لا تيغ، سيونس اس في تي و بي سي. ديجا صحنا بزاف ديال الامتحانات اليوم، حنا خدامين في السلسله ديال 2016، الامتحان ديال 2016 ديال الدوره الاستدراكيه. ديجا صحنا ديال الدوره العاديه، دابا ديال الدوره الاستدراكيه. وصلنا للجزء الثاني اللي هو جزء خاص بأسئلة ديال الفهم، وصلنا في التمرين الثاني بعد ما صححنا التمرين الأول، دابا وصلنا للتمرين الثاني ونبداو على بركة الله. دونك التمرين ديال اليوم ان شاء الله عندنا فيه جوج ديال الأجزاء، جزء خاص بهاد الشهادة ديال لي باكتيري وكيفاش كيتاكسبريما. عندي واحد المورجة، دونك كنشوفو نديرو لا ريبليكاسيون، نديرو لا ترانسكريبسيون، ونديرو لا تراديكسيون. كيفاش الانتقال ديال كيفاش عفوا كتبان عندي واحد الصفة. دونك غادي نشوفو لا غولاسيون بروتين كاركتير، وقبل منا غنشوفو غولاسيون ديال جين بروتين. دونك كيفاش كتبان عندي واحد الصفة، والصفة المدروسة عندنا في هذا الجزء الاول في التمرين هذا الاول، وهي الانتقال ديال هي عفوا ديك لا ريزيستانس عند لي باكتيري، اللي هي المقاومه عند لي باكتيري. علاش واحد البكتيريات ما تاثروش فيهم المضادات الحيويه لي زانتيبيوتيك، ووحدين اخرين كياثروا فيهم المضادات الحيويه. والجزء الثاني هو الجزء خاص بالانتقال ديال الصفات الوراثيه. هنا عندنا واحد المورثه مميته عند انتقال ديال واحد الصفه للون ديال الوجه عند الطيور. دونك تبعوا معنا باش تفهموا هادشي، هذا ساهل ماهل غير كثره المعطيات، ولكن الا فهمت المعطيات صافي راه غادي نجاوب على التمرين ديالي ساهل ماهل. بسم الله، نقراو لي نونسي ديال هاد التمرين الثاني ديال هاد ليكزيرسيس 2. دونك اون ا بور ديتيرميني لوريجين دون ميتاسيون اي لو مود دو ترانسميسيون دان اليل ميتون شي دو تيب ديتر فيفون، اون بروبوز ليكسبلواتاسيون دي دوني سويفونت. قالوا من اجل تحديد الاصل ديال واحد الطفره، وكذلك النمط ديال الانتقال ديال واحد الحليل اللي قاستو هاد الطفره هادي عند جوج ديال الانواع ديال الكائنات الحيه، كنقترحوا عليكم الاستغلال ديال المعطيات التاليه. المعطى الاول اللي عطاونا افان دو ديتيرميني لوريجين دو لا ريزيستانس دون سوش دو باكتيري بي ا اللي كتسمى بسودوموناس اوريغونوزا. راه قالوا لنا من اجل تحديد الاصل ديال المقاومه ديال واحد السلاله ديال لي باكتيري اللي رمزو اللي سموها لينا تما بي ا، اختصار ديال هذيك السميه ديالها. دونك نسميهم لي باكتيري بي ا ان تيب دانتيبيوتيك نومي ماكروليد. دونك قالوا لنا واحد مجموعه ديال واحد السوش واحد السلاله ديال واحد لي باكتيري اللي كيتسموا بي ا، تيديروا لي المقاومه، تيقاوموا لي واحد لي زانتيبيوتيك، واحد المضادات حيويه. هذوك المضادات الحيويه السميه ديالهم هما لي ماكروليد. دونك باش نحطو النقط على الحروف، واخا يبان لكم هادشي كتير راه غير ساهل غير نفهمو. دونك واحد السلاله ديال لي باكتيري ما كتاثرش فيها، كيقاوموا ليا واحد المضادات حيويه ما كيأثرش فيهم، مفهوم؟ وحنا بغينا نفهمو الاصل ديال هاد المقاومه ديال هاد لي باكتيري هادو منين جات. قالوا لنا اون بروبوز ليكسبلواتاسيون دي زوبسيرفاسيون سويفونت، كنقترحوا الاستغلال ديال هاد الملاحظات التاليه. معلومه اللي عطاونا الاولى تما، قالوا لنا ابري لانفيلتراسيون دي ماكروليد على الانتيريور دي باكتيري بي ا، سي موليكول سو فيكس سور لي ريبوزوم، سو كي انيب لا سانتيز دو سيرتين بروتيين انديسبونسابل على لا ملتيبليكاسيون دو سي باكتيري. الوغ قالوا لنا فاش كيدخلوا لي هاد لي ماكروليد، هاد المضادات الحيويه كيدخلوا لي للداخل ديال هاد لي باكتيري، شنو كيمشيو يديروا هاد المضادات الحيويه؟ كيمشيو يتفيكساو ليا، كيمشيو يتبتوا ليا على لي ريبوزوم، وكيحبسوا وتيمنعوا ولا تيوقفوا انتاج ديال واحد البروتينات اللي ضروريه للتكاثر ديال هاد لي باكتيري هادو. لو دوكيومون 1 ريبريزونت لا كونسنتراسيون دي موليكول دي ماكروليد باردون اون يونيتي اربيتريغ على الانتيريور اي على الاكستيريور دي دو سوش دو باكتيري بي ا، اون سوش سوفاج اي اون سوش ميتانت placé dans un milieu contenant la même concentration de ces antibiotiques. قالوا لنا الوثيقة واحد تبين التركيز ديال هذوك المضادات الحيوية
الداخل وفي الداخل وفي الخارج ديال هادوك اللي ديال هادوك لي باكتيري. وعندنا جوج سلالات ديال لي باكتيري بي ا، السلالة الأولى اللي هي متوحشة سوفاج، والسلالة الثانية اللي هي فيها الطفرة اللي قاستها الطفرة السلالة المتحولة. وقالوا لنا هادوك السلالات بجوج راهم حطيناهم في نفس التركيز ديال لي زونتيبيوتيك، نفس التركيز ديال المضادات الحيوية، وراه الجدول ديال الوثيقة واحد كيبين لنا هذاك النتائج ديال هاد الملاحظة هذه. المعطى الثاني اللي عطاونا اللي هو لي باكتيري بي ا بوسيد اون بروتيين ممبرانير نومي ديكسميا ميكس ا بي او بي ار ام كي جو لو رول دون بامب كي روجيت لي ماكرولي دا لاكستيريور دي باكتيري بي ا. قالوا لنا هاد البكتيريات هادو اللي كندرسوهم حنايا هاد اللي سميناهم باكتيري بي ا عندهم واحد البروتيين في الغشاء السيتوبلازمي ديالهم، السميه ديالو هي هذيك السميه راه هي ميكس ا بي او بي ار ام. هاد البروتين اللي كاين في الغشاء السيتوبلازمي الدور ديالو يلعب دور كمدخه. المدخه شنو تدير لنا هاد المدخه؟ تتخرج لينا هادوك لي زونتيبيوتيك هادوك المضادات الحيويه كتخرجهم من الداخل ديال لي باكتيري كتخرجهم برا، وبالتالي هكا باش كتكون عندي هادوك المقاومه. حنا غنشوفو كيفاش. Le document 2 présente la concentration de cette protéine membranaire chez les deux souches bactériennes PA étudiées. الوثيقة جوج كتوضح لنا التركيز ديال هاد البروتين هذا اللي قلنا كيخرج ليا المضادات الحيوية من الداخل ديال لي باكتيري للخارج ديال لي باكتيري. التركيز ديال هاد البروتين هادو عند جوج ديال السلالات ديال لي باكتيري، يعني هذيك السوش سوفاج والسوش ميتانت. عطاونا تما الوثيقتين بجوج. السؤال اللي عندنا à partir de la comparaison des résultats indiqués sur le document 1 et 2 انطلاقا من المقارنة ديال النتائج المبينة في الوثيقتين 1 و 2 expliquer la résistance de la souche mutante au macrolide. فسر لينا المقاومة ديال هذيك السلالة المتحولة لهذه المضادات الحيوية. الماكروليد قلنا هما المضادات الحيوية. الوغ اول حاجة كنا غنديرو هي اننا غنقارنو هاد الشيء اللي عندنا في الوثيقه واحد ونقارنوا هادشي هذا اللي عندنا في الوثيقه جوج، لانه قالنا ا بارتير دو لا كومباريزون. دونك اول حاجه هي خصنا نديرو مقارنه عاد نفسرو النتائج ديال هاد المقارنه هادي. دونك نبداو بالوثيقه واحد. دونك عندنا قلنا جوج ديال لي سوش سلالات بجوج ديال لي باكتيري، السلاله الاولى اللي قلنا متوحشه اللي هي اصليه، والسلاله الثانيه اللي هي متحوله، يعني اللي قاستها لينا هاد الطفره هادي اللي بغينا نقلبوا على الاصل ديالها في التمرين هذا. دونك هنا عندي قلنا التركيز ديال هاد لي ماكروليد، التركيز ديال المضادات الحيويه على الانتيريور ديال لي باكتيري، يعني في الداخل ديال البكتيريات. وعندي هنا لا كونسنتراسيون ديال هاد لي ماكروليد، يعني التركيز ديال هاد المضادات الحيويه هاد المره على الاكستيريور ديال لي باكتيري، يعني في الخارج ديال هاد البكتيريات. دونك ببساطه شنو كيبان لي هنا؟ هنا عندي 17 4 3 16. دونك هنا فين كنشوف بالنسبه للسوش سوفاج اللي هي السلالة الأصلية، دونك عندي هنا 17 وعندي هنا 3. فين كاين عندي التركيز كبير ديال لي ماكروليد؟ واش في الانتيريور ولا في الاكستيريور؟ دونك في الانتيريور كنلاحظو عندي التركيز ديال هاد المضادات الحيوية كتير في الداخل ديال هاد لي باكتيري مقارنة مع الاكستيريور. أما بالنسبة للسوش ميتانت اللي هي السلالة المتحولة، وهاد السلالة المتحولة قلنا هي اللي اش هي اللي كتقاوم ليا هاد المضادات الحيوية، يعني ما كيأثروش فيها هاد المضادات الحيويه. كنلاحظوا بلي التركيز ديال هاد المضادات الحيويه كاع عندي كبير فين؟ في الاكستيريور ديال لي باكتيري مقارنه مع الانتيريور. دونك نقولوا بالنسبه لا سوش ميتانت لا كونسنتراسيون دي ماكروليد اي بلوز ايلفي في الاكستيريور بارابور ا لانتيريور. نعطيكم جواب الفرنسيه حتى الاخر. بالنسبه للوثيقه جوج شنو عندي؟ عندي نفس الشيء السوش سوفاج والسوش ميتانت ميتانت، وعندي لو نومبر دي بومب ميكس ا بي او بي ار ام. دونك عندي العدد ديال هاد المضخات اللي سميناهم هاد التسميه هادي. قلنا هادي هي واحد البروتين، ها هي بروتين اللي الدور ديالها شنو هو؟ هو انها كتخرج ليا دوك المضادات الحيويه من الداخل ديال البكتيري لبرا ديال لي باكتيري. دونك التركيز ديال هاد البروتين هادي بالنسبه للسيلول سوفاج عندي فابل، وبالنسبه للسوش ميتانت عندي الفي.
بالنسبة للخلية السلالة المتوحشة عندي التركيز ولا العدد ديال هاد البروتينات راه منخفض، وبالنسبة للسوش ميتانت راه عندي التركيز ديالهم مرتفع ولا العدد ديالهم مرتفع. الوغ ببساطة إلا بغينا نفسرو الشق الثاني اللي هو التفسير اكسبليكي لا ريزيستانس دو لا سوش ميتانت او ماكروليد، قالولنا فسر لينا المقاومة ديال هاد السلالة المتحولة لهاد لي ماكروليد لهاد المضادات الحيوية. الوغ قلنا حنا هاد العدد ديال هاد البومب هاد البروتين هادي هي هادي اون بروتين مومبرانيغ اللي قلنا السميه ديالها هي هادي، قلنا شنو الدور ديالها؟ كتخرج لينا هاد لي ماكروليد من الداخل ديال البكتيري لبرا. هاد سوش ميتانت هادي عندها العدد ديال هاد البروتينات كتار، وبالتالي كي غيكون التركيز ديال لي ماكروليد في الداخل ديالها غيكون منخفض، لانه واخا كيدخلوا ليا هذوك المضادات الحيويه شنو كدير هاد شنو كيديروا هاد البروتينات تيخرجوهم برا، كي اكسبولسيو هاد لي زونتيبيوتيك ماكروليد تي اكسبولسيوهم برا، يعني تيخرجوهم برا. بينما هادي عندها العدد ديال هاد لي بروتين قلال، داكشي علاش بقات هنا عندي التركيز ديالهم مرتفع. دونك ببساطه كجواب هاد النقطه عطاوني فابور كجواب على السؤال ولا التفسير ديال هاد المقاومه البكتيريه. الوغ قلنا لا ريزيستانس دو لا سوش ميتانت او ماكروليد اي لي اش اي مرتبطه باش مرتبطه بلا كونسنتراسيون الفي ديال هاد لي بومب ولا هاد لي بروتيين مومبرانير ام اكس ا بي او بي ار ام اللي قلنا التركيز ديالها راه مرتفع. قلنا شنو كيديروا؟ كي اكسبولسيو هاد لا بروتيين اكسبولس ولا كدير لنا ليكسبولسيون ديال كتخرج لينا برا كتخرج لينا برا هاد لي ماكروليد، يعني كتخرج لينا برا هاد لا كونسونتر هاد لي زونتيبيوتيك هاد المضادات الحيوية. هنا نقطة فابور عطاو لينا، غير غتقارن وغتقول لهم راه هاد البروتين هادي ديجا عطاونا هاد المعلومات ما جبنا حتى شي حاجة من راسنا، ها هي بومب سيتي بومب كي روجيت لي ماكروليد ا ليكستيريور دي باكتيري، يعني كتخرج لينا المضادات الحيوية برا ديال لي باكتيري، وهنا عندي التركيز ديالها مرتفع. اذا بطبيعه الحال هاد السلاله المتحوله غادي تكون كتقاوم لينا هاد المضادات الحيويه، لانه ما تيدخلش لينا المضادات الحيويه ما تيدخلوش ليا بزاف لداخل ديال هاد البكتيري، وبالتالي هاد البكتيري دي ما كياثروش عليها هاد المضادات الحيويه، لان عندها هاد المضخات ولا هاد البروتين هادي اللي كتخرج لينا هاد المضادات الحيويه برا ديال البكتيري. بالنسبه للجواب باللغه الفرنسيه اللي بغى يكتبوا، دونك قلنا كومباريزون مقارنه، كونتريرمون على سوش سوفاج شي لا سوش ميتانت لا كونسنتراسيون دي زانتيبيوتيك ماكروليد دون لو ميليو اكستيريور اي سوبيريور ا سا كونسنتراسيون دون لو ميليو انتيريور. قلنا بالعكس ديال على عكس ديال هذيك السلاله المتوحشه، هذيك السلالة المتحولة لا شيء عند السلالة المتحولة شنو قلنا؟ التركيز ديال المضادات الحيوية اللي سميناهم لي ماكروليد في الوسط الخارجي أكبر من التركيز في الوسط الداخلي. لا سوش ميتانت كونتيان اون كونتيتي دو بروتيين ميكس ا بي او بي ار ام بلو غراند كو سيل بريزونت شي لا سوش سوفاج. دونك قلنا بلي هذيك السلالة المتحولة كتحتوي على واحد الكميات كبيرة ديال هذيك البروتيين على عكس هذيك السلاله المتحوله السلاله المتوحشه ولا السلاله الاصليه عندها واحد الكميه اللي قليله من هذوك البروتينات اللي كاينين في الغشاء الخارجي في الغشاء السيتوبلازمي. دونك قلنا التفسير لانتربريتاسيون لا ريزيستانس او ماكروليد شي لا سوش ميتانت هي ليا لا كونسنتراسيون الفي دو لا بروتين ميكس ا بي او بي ار ام كي اسيور ليكسبولسيون دي ماكروليد اور دي باكتيري كونسيرني. دونك قلنا المقاومه ديال هاد لي ماكروليد ديال هاد لي زونتيبيوتيك عند هذيك السلاله المتحوله مرتبطه قلنا بالتركيز المرتفع ديال هذيك البروتين اللي قلنا الدور ديالها هو ليكسبولسيون دي ماكروليد اور دي باكتيري، الدور ديالها هو اخراج هذوك لي زونتيبيوتيك دوك المضادات الحيويه برا ديال البكتيريا. الوغ نمروا للاسئله الاخرى، ولكن قبل عطاونا واحد المعطيات وحده اخرين، قالوا لنا لا بروتين ماكس ار انيب لا سانتيز دون غراند كونتيتي دو لا بروتين ميكس ا بي او بي ام، قالوا لنا واحد البروتين اللي كتسمى ميكس ار، قالوا لنا شنو كدير؟ كتكبح لينا وتتمنع لينا الانتاج ديال
هذيك البروتين اللي قلنا مسؤولة على اخراج هذوك المضادات الحيوية، ديك البروتين ميكس اب بي. دونك البروتين ميكس اب بي قلنا هي المسؤولة على اخراج المضادات الحيوية من الداخل ديال البكتيريا لبرا ديال البكتيريا. دابا قالوا لنا كاين واحد البروتين وحدة اخرى اللي سموها لينا ميكس اغ، اللي كتمنع علينا الانتاج بكميات كبيرة ديال هاد البروتين، هادي ديال البروتين اللي كتخرج لينا المضادات الحيوية. حنا نشوفو كيفاش. Le document 3 présente une partie du brin non transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la protéine MixR chez les deux souches sauvages et mutantes, alors que le document 4 représente un extrait du code génétique. قالوا الوثيقة 3 كتبين لنا واحد الجزء من البران ديال الADN non transcrit، سطروا على هذيك non transcrit ديال المورثة المسؤولة على صناعة ولا انتاج هذيك البروتين ميكس اخ عند سلالتين بجوج ديال لي بكتيري، لا سوش سوفاج السلاله المتوحشه ولا سوش ميتانت السلاله المتحوله. بينما الوثيقه 4 راه باينه تما كتوضح لنا هذوك لي كود جينيتيك. السؤال اللي عطاونا، اون اتيليزون لي دوني دي دوكيومون 3 اي 4 ديتيرميني لا سيكونس دي اسيد اميني كوريسبوندونت ا شاك بارتي دو جين كونترولون لا سانتيز de la protéine MixR chez les deux souches bactériennes étudiées. قالوا لنا بالعتيمة هذيك على المعطيات ديال الوثيقتين 3 و 4 حدد لنا المتتالية ديال الأحماض الأمينية الموافقة لهذا الجزء ديال هذه المورثة اللي كيصنع لنا لا بروتيين ميكس ار شي عند اللي كيصنع لنا هذه البروتيين هذه عند هذوك السلالتين بجوج سلالتين بجوج مدروستين. اي اكسبليكي لوريجين هيريديتير دو لا ريزيستانس اوبسيرفي شي لا سوش ميتانت، وفسر لنا الاصل الوراثي ديال هاد المقاومه ديال هاد السلاله المتحوله، علاش كتقاوم لنا هاد المضادات الحيويه. الوغ شنو طلبوا منا حنا في هاد ليكزيرسيس هذا؟ طلبوا منا اننا نعطيو البروتين اللي غيشكلوا لنا هاد الجزء هذا من الدي ان اللي عطاونا بالنسبه للسوش السوفاج، وكذلك الجزء ديال المتتاليه ديال الاحماض الامينيه ولا البروتين اللي غيشكلوا لنا هاد الطرف ديال الدي ان اللي عطاونا هنا ديال السوش ميتانت، يعني ديال السلاله المتحوله. الوغ واحد المعلومه مهمه، شنو عطاونا هنا؟ عطاونا هنا قالوا لنا بلي هاد الجزء ديال الدي ان فهو جزء ديالاش ديال لو بران نون ترانسكري. يعني شنو خصنا نديرو حنا اول حاجه؟ شنو خصنا نديرو اول حاجه؟ هنا عطاونا الطرف ديال الدي ان اللي ما كتمش الترجمه ديالو، شنو خصنا نديرو حنا اول حاجه؟ خصنا نديرو لا ريبليكاسيون، خصنا نديرو المضاعفه ديال هاد الدي ان هذا. دونك اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الجزء الاخر ديال الدي ان، عاد نديرو اش؟ عاد نديرو لا غين ميساجي، عاد نقلبو على الكود هنا الموافق لكلها متتاليه ديال لا غين ميساج. غنبداو غنفصلو غنبداو بالسوش سوفاج، وعاد ندوزو للسوش ميتانت. وهنا باينه واضحه لينا فين الجزء الثاني. الجزء الثاني قالوا لنا فصل لينا، عطيني الاصل الوراثي ديال هاد المقاومه عند لي بكتيري. الو هنا الى جينا نشوفو عندي تقريبا نفس الشيء كيتعاود بالنسبه لهاد لي تريبلي 107 108 109 110 111 112 113 حتى لهنا 114. عاد عندي تقريبا هنا فين عندي الفرق، فين كاين الفرق؟ كاين قلنا 114 عندي تي جي سي هنا، وهاد السلالة المتحولة شنو عندي فيها؟ تي جي أ. دونك عندي هنا واحد سبستيتيسيون، عندي واحد التبادل هنا وقع ليا ديال هاد النيكليوتيد هذا ونيفو ديال هاد لي تريبلي هادي 114. مفهوم؟ ألوغ غادي نديرو غنحطو حنا هاد لاتي ان هو الأول، عاد نديرو ليه لا ريبليكاسيون ديالو، عاد نحطو لا غين ميساجي، عاد نحطو لو كود لي زاسيد امينين الموافقين لكل تريبلي من هاد لي تريبلي هادو. مفهوم؟ نرد البال ديما لينونسي ديال ليكزارسيس. كون عطاونا هنا لو بغان ترانسكري غنجيو ديريكت نديرو لا غين ميساجي من هنا، من هاد المتتاليات هادو اللي عطاونا نجيو ديريكت نديرو لا غين ميساجي، ولكن هنا عطاونا لو بغان نون ترانسكري. مفهوم؟ يلا نخليكم مع الجواب.
دونك هنا بالنسبة للسوش سوفاج، بدينا بهذيك السلالة المتوحشة هي الأولى. دونك عندنا هذوك لي تريبلي ديال لا دي ان اللي عطاونا، دونك من 107 حتى ل 115. دونك قلنا أول حاجة شنو خصنا نديرو، خصنا نديرو لا غيبليكاسيون ديال هذاك لا دي ان اللي عطاونا، هذاك لو بغان نون ترونسكري. دونك ببساطة غادي نديرو هذيك لا ريبليكاسيون سيلون هذاك لو مود كومبليمونتاريتي، يعني كل نيكليوتيد غنحطو قدامو اللي كيكملو. دونك سي غنحط قدام الجي و ان غنحط قدام التي. دونك غنحسب على جي تي ا سي جي سي سي تي تي سي جي جي تي ا جي تي ا سي ا جي تي ا سي جي و سي ا سي. هذا بالنسبه لا دي ان، ولا دابا عاد ولا عندي لو بغان ترانسكري ديال لا دي ان. من بعد شنو كندير؟ كندير سيت فوا سي لا ترانسكريبسيون باش نحصل على لا ار ان ميساجي. وبالنسبه للترانسكريبسيون نفس الشيء، بلاصه جي غنحط قدامها سي، وبلاصه تي غنحط قدامها ا، وبلاصه ا شنو غنحط؟ غنحط او. بلاصه ا غنحط او لان كنعرفوا لا غير ميساجي ما عنديش فيه لا باز ازوتي تي، تي ما كايناش، بالتالي بلاصه ا ما غنحطش تي، غنحط او. وبلاصه تي غنحط ا. دونك قدام جي كنحط قدامها سي، قدام تي كنحط قدامها ا، وقدام ا كنحط قدامها او، سولون بطبيعه الحال مود كومبليمونتاريتي. دونك جي تولي عندي سي ا او، تولي عندي جي سي جي جي ا ا جي سي سي ا او سي ا او جي او سي ا او جي سي او جي او جي. وبالنسبه للسيكونس ديال السيدا مينير راه غناخدها من هاد من هذاك الجدول اللي عطاوني تما، فيه لو كود جينيتيك اللي فيه هذوك هذوك الاكواد، وقدامهم الحمض الاميني الموافق لكل وحده. دونك سي ا او قلنا غتعطيني تما لاسيد امين الموافق ليها، الاخرى جي سي جي تعطيني حتى هي لاسيد امين. دونك غناخدهم من هذا الجدول هذا اللي عندي في الـ في الـ في الـ في الـ اللي عطوني في الامتحان. دونك هذا بالنسبه للجزء الاول اللي هي السوش سوفاج. وبالنسبه للسوش ميتانت، يعني السلاله المتحوله اللي قاست علينا الطفره، ف دونك عطاونا داك لو بغان الاول، قلنا لو بغان نون ترونسكري. نفس الشيء غنديرو اول حاجه هي لا ريبليكاسيون، دونك نفس الشيء غيتعاود ليا. قلنا حتى لهداك التريبلي رقم شحال، رقم 114 فين عندي تبدل ليا تما. في الاول كان عندي في لا دي ان العادي كانت عندي سي، وفي هذا المتحول هذا ولات عندي ا. هذا بالنسبه لو بغان نون ترونسكري. بالنسبه لو بغان ترونسكري غتولي عندي قلنا تي، دونك بلاصة ا غادي ندير الموافق ليها هو تي. و دونك ببساطة غادي ندير لاي غير الميساجي ديالي، قدام جي تندير سي، قدام تي كندير ا، وقدام ا كندير او. لأن قلنا لاي غير الميساجي ما عنديش فيه تيمين، عندي فيه لوغاسيل هو اللي جديد، عندي فيه هاديك لاباز ازوتي اللي قلنا لوغاسيل. دونك نفس الشيء غنديرو. وبالنسبه للسيكونس داسيد اميني تنعاود نفس الشيء، الا لهذيك السيكونس داك التريبلي رقم 114. شنو عندي تما؟ عندي او جي ا، و او جي ا شنو كتوافق ليا؟ كتوافق ليا واحد الكودون ستوب، واحد الكودون ستوب اللي عندنا تما نون سونس. يعني تما فاش كنوصل لهذاك التريبلي رقم 114 تتحبس عندي لا سانتيز ديال البروتين، مفهوم؟ اين فوا كنوصل لهذيك او جي ا اللي هي الحمض اللي عندي الكودون الموافق للتريبلي اللي عندي في 114، فتتحبس عندي لا سانتيز ديال لاسيد اميني، تتحبس عندي لا سانتيز ديال البروتين، يعني كتحبس عندي العمليه ديال لا ترادكسيون، الترجمه ديال لاي غان ميساجي الاسيد البروتين. شيء واضح وباين، نتمنى انني نكون وصلت المعلومه. بقينا الشق الثاني من السؤال، واللي هو اننا نفسرو هذا الاصل الوراثي ديال لا ريزيستانس اوبسيرفي شي لا سوش ميتانت، يعني الاصل الوراثي ديال المقاومه البكتيريه عند هذه السلاله المتحوله. علاش هذه السلاله المتحوله هذه الثانيه هذه عندها مقاومه لهذوك المضادات الحيويه؟ الوغ ديجا راه جاوبنا عليها، وقلنا بلي هاد السوش ميتانت عندها واحد الطفره، مصابه لينا بواحد الطفره، بواحد الميوتاسيون. هاد الميوتاسيون هي النوعيه ديالها، هي نوعيه ديال السوبستيتيسيون، عندي واحد التبادل قلنا في الاول ديال اش، ديال النيكليوتيد اللي عندي في التريبلي رقم 114.
بالنسبة للدائن ولا ديال اللي يبغى ترانسكري، قلنا عندي الجي تبدلت ليا باش بالتي بالنسبة اللي يبغى ترانسكري، وبالنسبة اللي يبغى نون ترانسكري قلنا بدلنا السي بأ. دونك وقعت لينا قلنا واحد الميوتاسيون، هذيك الميوتاسيون فاش درت لا غير ميساجي كذلك وقعت عندي تما واحد الاختلاف. وفاش جيت ندير لا تراديكسيون الترجمة، دونك حصلت على واحد البروتيين، حصلت على واحد المتتالية ديال الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية قلنا هما اللي كيشكلوا لي البروتيين. دونك حصلت على واحد البروتيين اللي هذه المرة قصيرة، هذيك البروتيين اللي غتشكل لي قصيرة لأنني حبسات لي لا تراديكسيون، لأنني فاش درت هذيك السوبستيتيسيون هذاك التبادل، قلنا حصلنا على واحد الكودون ستوب، واحد الكودون نون سونس، يعني توقفات لي العملية ديال تراديكسيون قبل ما تتم الترجمة ديال هذوك المتتاليات ديال دوك النيكليوتيدات اللي بقاو ليا. وبالتالي حصلت على واحد البروتيين اللي قصيره اللي ناقصين فيها منها الاحماض الامينيه، وبالتالي هذيك البروتيين اللي هي ميكس اخ بروتيين اللي قصيره، وبالتالي هذيك البروتيين ما غاديش تكون خدامه. وبالتالي الا ما كانتش خدامه هذيك البروتيين، حنا قلنا هذيك البروتيين كتحبس ليا العمل ديال البروتيين الاولانيه اللي شفناها اللي هي ميكس اب بي او بي ار ام. وبالتالي الا ما خدمتش ليا هاد البروتيين اللي سميناها بروتيين ميكس اخ، فراه غادي تخلي انه يكون عندي هذيك البروتيين الاخرى اللي هي ميكس اب بي او بي ار ام تكون عندي كثيره. واذا كانت عندي هذيك البروتيين ميكس اب بي او بي ار ام كثيره، فقلنا هذوك لي ماكروليد، هذوك المضادات الحيويه، هذوك لي زانتيبيوتيك اللي غادي يجيو غادي تخرجهم، وبالتالي عندي عدد كثير ديال هذيك البروتيين في الغشاء السيتوبلازمي ديال البكتيري، وبالتالي غادي تخرج ليا هذوك لي زانتيبيوتيك يتم الاخراج ديالهم بكميات كثيره، وبالتالي هذيك المضادات الحيويه ما غاديش ياثروا ليا على هذيك السلاله. دونك سوش باكتيريان في الاخر نحصل على اون سوش باكتيريان لي ميتانت ريزيستانت اللي كتقاوم ليا هاد المضادات الحيويه. كتبوا هاد الاكسبليكاسيون هادي بالنسبه للناس اللي بغاوها. ندوزو دابا للجزء الثاني من هاد التمرين هذا. On cherche à comprendre le mode de transmission d'un allèle mutant chez le diamant mandarin, espèce d'oiseau. قالوا لنا كنبحثوا على اننا نفهموا النمط ديال الانتقال ديال واحد الحليل اللي تا هو قاستو لينا الطفره على الميتون عند واحد النوع ديال الكائنات الحيه، وبالضبط النوع ديال الطيور. ان نافيكولتور استدير ان الفور دوازو، واحد خونا اللي كيربي لنا الطيور. ا رياليزي دو كروزمون اونتر دي زانديفيدو دو فينوتيب سويفونت، دار لينا جوج ديال التزاوجات بين الافراد اللي عندهم المظهر الخارجي ديالهم هو التالي. ان فينوتيب سوفاج افاس كيغيز، كانوا لنا واحد المظهر خارجي عندهم ديال الطيور اللي عندهم الوجه ديالهم اللي رمادي. و ان فينوتيب ميتون افاس نوار، او دار لينا بين واحد الافراد اللي عندهم المظهر الخارجي ديالهم متحول، يعني قاستو لينا واحد الطفره اللي الوجه ديالهم كحل فاس نوار. Utilisez les symboles grand B et petit B pour les deux allèles sauvages et mutants. قالوا لنا استعملوا لنا الرموز grand B و petit B بالنسبه باش تعبر لنا على الحليلين بجوج، الحليل المتوحش والحليل المتحول، يعني الحليل السوفاج والحليل اللي قاسوا لنا الطفره المتحول. لو دوكيمون 5 représente les résultats obtenus pour chaque croisement. الوثيقة خمسة تبين لنا النتائج المحصلة عليها بالنسبة لكل تزاوج، تزاوج بخومي كروازمون على اليسار والدوزيام كروازمون على اليمين. دونك السؤال اللي عطاونا سؤال ثلاثة A، en utilisant les résultats du premier croisement, déterminer le mode de transmission du caractère couleur de la face chez ces oiseaux. قلنا بالاستعمال النتائج ديال التزاوج الأول، حدد نمط انتقال الصفات، نمط انتقال هذه الصفة المدروسة اللي هي لون ديال الوجه شيء عند الطيور، عند هاد الطيور هادو. دونك هنا في الوثيقة خمسة شنو عطاونا؟ قالولنا بالاعتمادك على هاد الكروازمون الأول، هاد التزاوج الأول. دونك قلنا بخومييي كروازمون حصلنا زوجنا واحد لو مال ذكر اللي عنده الوجه ديالو أسود، مع واحد الفيميل اللي عندها الوجه ديالها تا هي أسود. دونك مال افاس نوار، فيميل افاس نوار. حصلنا على
واحد ثلاثة ديال لي زانديفيدو افاس غريز، وجوج على ثلاثة دانديفيدو افاس نوار. دونك هنا حصلنا على واحد الفينوتيب اللي ما كانش عند الابوين، حصلنا على فاس غريز، حصلنا على فاس نوار. هذا اول معلومه. بعدا حنا شنو كنقراو؟ كنقرا هنا واش لو مونو هيبريديزم ولا لو دي هيبريديزم، يعني واش كندرسو انتقال ديال جوج ديال الصفات وراثيه ولا انتقال ديال صفه وراثيه وحده. الوغ كندرسو انتقال ديال صفه وراثيه وحده، دونك اوني دون لو كا دو مونو هيبريديزم، انتقال ديال صفه وراثيه وحده. هذه اول معلومه. تاني معلومه، هنا بما انه عندي واحد الاختلاف، هنا درت تزوجت مال افاس نواغ، هذا الذكر هذا عنده الوجه ديالو، عنده الوجه ديالو اسود، مع فيميل اللي حتى هي عندها الوجه ديالها اسود، ولكن حصلت على واحد الافراد اللي عندهم الوجه ديالهم اللي رمادي. دونك كيعني انه هاد الابوين هادو راهما ايتيروزيغوت، راهما مختلفي الاقتران بجوجهم، الذكر مختلف الاقتران وحتى الفيميل مختلفه الاقتران. يعني الذكر هاز لي الحليل المسؤول على اللون الاسود، هاز لي كذلك الحليل المسؤول على اللون الرمادي، ونفس الشيء بالنسبه للام، حتى هي هازه لي الحليل المسؤول على اللون ديال الوجه الاسود، وهازه لي كذلك الحليل المسؤول على اللون ديال الوجه الرمادي. اذا هنا اللي ممكن نستنتجوه هو انه الحليل المسؤول على اللون ديال الوجه الاسود هو السائد، دونك لو نوار هو لي دومينون، ولو غري هو لي ريسيسيف. دونك بما انهم بجوجهم هازين الغري ولكن ما اكسبريميش، عندهم ما باينش، اللي باين هو الاسود. اذا راه الحليل السائد هو الاسود والحليل المتنحي هو الرمادي. دونك غران بي قالوا لنا هما استعملوا هنا هاد الرمز هذا غران بي وبوتي بي. دونك حنا بي غنرمزوا ليها بالنسبه للحليل المتنحي، الحليل عفوا السائد واللي متحول اللي هو فاس نوار. وبالنسبه للغري غنرمزوا ليها بوتي بي اللي هي لاليل سوفاج، دونك اللي المسؤول على اللون الرمادي ديال الوجه الرمادي، مفهوم. معلومه اخرى غادي نستنتجوها من هنا، واللي هي انه قالوا لنا لو غومارك لو كروزمون غومارك عفوا لو كروزمون ريسيبروك انفيرس دون دي ريزولتا ايدنتيك. يعني الى قلبنا هاد الخصائص هادو، يعني الى قلبنا هاد الزوجين هادو، يعني هاد المره زوجنا الفيميل بنفس، درنا هاد الفيميل هنا افاس نوار، يعني واخا نقلب الزوجين ندير فيميل افاس نوار مع مال افاس نوار، كان نحصل على لي ميم ريزلتا، يعني تنحصل على نفس النتائج، تنحصل على نفس النتائج. يعني انه المعلومه اللي قالوا لنا نستنتجو من هنا انه هاد الـ 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 هاد الـ 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 الانتقال ديال هاد الصفه الوراثيه فراه غير مرتبط بالجنس، لان كنعرفوا بان الذكر هنا هو اللي كيكون عنده اكس اكس، والفيميل هي اللي كتكون عندها اكس ايغريك، عكس الباقي ديال الكائنات الحيوانيه الاخرى. هنا عند الطيور كنعرفوا بلي عندنا واحد لانفيرسمون دو سكس، دونك هنا هادشي هذا ما سوقناش فيه. هنا قالوا لنا هنا هاد المعلومه اللي غنستنتجو منها ولا اللي غنفهمو منها، وهو انه هاد الانتقال ديال هاد الصفه الوراثيه فراه غير محمول على الصبغيات الجنسيه، دونك غير مرتبط بالجنس. بقات لينا معلومه اخرى، واللي هي من هاد المعطيات هادو، اللي هي واحد على ثلاثه جوج على ثلاثة، واحد على ثلاثة دانديفيديو افاس غريز، وجوج على ثلاثة دانديفيديو افاس غريز. نورمالمون حنا إلا زوجنا جوج ديال الكائنات اللي تيكونوا ايتيروزيغوت، وكنكونوا كندرسوا انتقال ديال صفة وراثية وحدة اللي هي مونو هيبريديزم، دونك لي فريكونس فينوتيبيك اللي تنحصل عليهم هما واحد على ثلاثة، واحد على أربعة عفوا، واحد على أربعة وثلاثة على أربعة. دونك عندي هنا شي حاجة اللي ناقصة، عندي واحد على أربعة اللي ناقصة، فين مشات لي هذيك واحد على أربعة؟ ألوغ هنا دونك إلى رجعتو للكور ديالكم، فيما غلقاو واحد على ثلاثة، جوج على ثلاثة، فيما كنلقاو ثلاثة، هذاك الرابع فين مشى؟ هذاك الرابع مشى مات ليا. دونك حنا هنا كندرسو الانتقال ديال واحد الانتقال ديال واحد لو جان لي ليطال، واحد الحليل، واحد موريتا مميتة. دونك وعندي واحد الافراد اللي غادي يكون عندهم واحد الشكل غادي يموتوا، فاش غادي يكون عندهم واحد لو جينوتيب غادي يؤدي للوفاه ديالهم. حنا غنشوفوا غنتاكدوا منهم في السؤال اللي موراهم.
دونك الجواب هو هذا، كتبوه. دونك كا حنا في لو كا ديال المونو هيبريديزم، يعني انتقال ديال صفة وراثية وحدة عن سول كاركتير هيريديتير. La descendance du premier croisement est constituée de 2 sur 3 d'individus à face noire et 1 sur 3 d'individus à face grise. Donc, on a le gène الأول اللي حصلنا عليه من هذا التزاوج الأول، حصلنا على جوج ثلاثة ديال الأفراد اللي عندهم الوجه ديالهم أسود، وواحد على ثلاثة ديال الأفراد اللي الوجه ديالهم رمادي. Donc, les individus à face noire sont des hybrides avec une dominance de l'allèle responsable de la face noire B sur l'allèle responsable de la face grise. Donc, on a l'allèle السائد اللي هو الحليل المسؤول على الوجه اللون ديال الوجه الأسود، رمزنا ليه ب كبيرة، والحليل المتنحي اللي ريسيسيف هو الحليل المسؤول على اللون ديال الوجه الرمادي، رمزنا ليه ب بتي ب. وقلنا بطبيعة الحال لي ساجي دان جين ليطال، اللي هو حالة ديال مورثة مميتة بناء على هادوك لي فريكونس اللي حصلنا عليهم، دوك الترددات اللي حصلنا عليهم، دونك دوك لي بروبورسيون اللي حصلنا عليهم. لو كروازمون ريسيبروك دون لي ميم ريزولتا، دونك ليريديتي ايتيدي نون ليي او سيكس، دونك التزاوج العكسي عطى نفس النتائج، اذا مورثة غير اذا هاد الصفة هادي غير مرتبطة بالجنس، غير محمولة على الصبغيات الجنسية. السؤال 3 بي، قالولنا ديدويزي لو جينوتيب دي زانديفيدو ايون لو فينوتيب سوفاج اي دي زانديفيدو ايون لو فينوتيب ميتون. دونك استنتج لينا النمط الوراثي ديال الافراد اللي عندهم مظهر الخارجي ديالهم متوحش سوفاج. راه ديجا قالولنا الفوق سوفاج شنو هي، سوفاج يعني هي فاس غريز، هما اللي عندهم الوجه الرمادي ديالهم. او سنجينا كذلك بالنسبه للافراد اللي عندهم النمط الوراثي ديالهم متحول، يعني فاس نوار الوجه الاسود. نبداو بلو فينوتيب سوفاج، المظهر الخارجي اللي متوحش قلنا هو فاس غريز، راه عطاو لينا الفوق في المعطيات. دونك حنا قلنا حنا شكون الحليل السائد هنا، الحليل السائد هو الحليل المسؤول على اللون الاسود. دونك باش يكون عندي واحد الكائن اللي اللون ديالو رمادي خصو يكون هوموزيغوت ريسيسيف، خصو يكون عنده متشابه الاقتران و تيحمل ليا الحليل المتنحي. دونك كي خصو يكون بوتي بي، خصو يكون عنده بي صغيرة عاد باش يقدر يتاكسبريما ليا هاد المظهر الخارجي، عاد باش يقدر يتاكسبريما ليا اللون الرمادي في الكائن. بينما بالنسبة للفينوتيب ميتون، المظهر الخارجي المتحول اللي قلنا هو اللون الأسود فاس نواغ، قلنا بما ان جرام بي هو، بما ان الحليل المسؤول على اللون الاسود هو اللي سائد، رمزنا ليه قبيله بجرام بي كبيره بي ماجيسكول. اذا عندنا جوج ديال الحالات، يا اما يقدر يكون الكائن كيحمل ليا جرام بي، يا اما يقدر يكون الكائن كيحمل ليا جرام بي بوتي بي. علاش جرام بي بوتي بي؟ جرام بي بوتي بي لانه قلنا بي دومين بيتي بي، غران بي لالير ريسبونسابل سور لا فاس نوار، سور لا كولور ديال لا فاس نوار. دونك قلنا دومين لوتر الير كي هيمن ليا ولا سائد على الحليل الاخر، دونك غران بي الاسود هو اللي غيبان. لكن هنا راه غران بي ما يمكنش تكون عندي، ما يمكنش يكون عندي كواحد الكائن اللي كيحمل ليا الصفه الوراثيه ولا كيحمل ليا النمط الوراثي بكبيره. علاش؟ لان قلنا بكبيرة كيموتو، الا كان كيحمل ليا بكبيرة تيموتو، داكشي علاش عندي واحد البروبورسيون ناقصه ليا واحد الاربعه بالنسبه للكائنات اللي عندهم فاس نوار. داكشي علاش حصلنا في الكروازمون الاول على جوج ثلاثه ديال الافراد اللي عندهم فاس نوار، بينما الاخرين ماتوا، الاخرين اللي عندهم غرون بي كيموتو، بينما اللي كيبقاو حيين هما اللي ايتيروزيغوت، هما اللي كيكونوا مختلفي الاقتران. السؤال الرابع، دوني لانتربريتاسيون كروموزوميك دو بروميير دو دوزيام كروازمون جوستيفي فوت ريبونس باغ ان ايشيكي دو كروازمون. دونك عطينا التحليل الصبغي ديال هاد التزاوج الاول والتزاوج الثاني، وعلل جوابك باستعمال واحد ايشيكي دو كروازمون ولا ايشيكي دو غاميت. الوغ بالنسبه للتزاوج الاول، قلنا زوجنا واحد الذكر اللي وجه ديالو اسود وفميل تاعي اللي الوجه ديالها اسود، دونك قلنا بجوجهم ايتيروزيغوت مختلفه الاقتران، دونك عندهم بجوجهم غران بي بوتي بي. بالنسبه للفينوتيب ديالهم هو غران بي، لانه قلنا بي كبيره كتكون سائده على بي صغيره، الحليل المسؤول على اللون الاسود
لي هو ب كبيرة كيكون سائد دومين على بيتي بي. دونك بالنسبة للجينوتيبر ديجا قلناها غران بي بيتي بي، غران بي بيتي بي. دونك بالنسبة للذكر يعطيني 50% غران بي 50% بيتي بي، دونك واحد على جوج غران بي واحد على جوج بيتي بي. نفس الشيء بالنسبة للفاميل حتى هي تعطيني واحد على جوج غران بي واحد على جوج بيتي بي 50% دير واحد على جوج واحد على جوج. بالنسبة لشيكي دو كروزمون دونك بالنسبة للفوق عندي المال، بالنسبة للتحت عندي الفاميل. دونك بي 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 دونك نورمالمون واحد على اربعة واحد على اربعة واحد على اربعة. دونك بالنسبة اللي قلنا عندهم غران بي غران بي كيموتو تيكون تيموتو بالنسبة اللي تيحملو الكاركتير ولا الجينوتيب غران بي غران بي، فراه تيكون عندي الحالات كيموتو. هذاك الشيء علاش كتبنا عليها تما ليطال، وبالتالي تينقصو ليا من لي بروبورسيون عوض ما نولي خدام في ثلاثة على اربعة واحد على اربعة. نورمالمون كان خص يكون عندي ثلاثة على اربعة ديال الكائنات اللي عندهم اللون ديالهم اسود، اللي عندهم الوجه ديالهم اسود راهي بي بي بي، وواحد على اربعة هما اللي عندهم اللون ديالهم اللي غادي يكون كري. وبما انه هذاك كيموت دونك كنحيدو من الحساب الكائنات اللي عندهم هذاك الجينوتيب تيموت، وبالتالي تنحيدو من الحساب. بالتالي تتولي يلا عندي جوج على ثلاثة اللون الاسود، وواحد على اربعة بالنسبة للون الكري اللي غادي يكون ريسيسيف. بالنسبه للتزاوج الثاني عطاونا باللي زوجنا واحد الذكر اللي اللون ديال الوجه ديالو اسود مع واحد الانثى اللي اللون ديال الوجه ديالها غري. قالوا حصلنا على 50% ديال لي زانديفيديو فاس غريز 50% ديال زانديفيديو فاس نوار. دونك الى جينا لانتربريتاسيون دونك بالنسبه للفينوتيب ديال لو مال هو غران بي، بالنسبه للفينوتيب ديال الفيميل هي بيتي بي. دونك بي لو مال بما انه عنده غران بي دونك غادي يكون هيتيروزيغوت، لان ما يمكنش يكون هوموزيغوت، لانه الا كان هوموزيغوت غادي يموت. دونك غادي يكون هيتيروزيغوت، داكشي علاش غران بي بيتي بي. بالنسبه للفيميل غادي تكون بيتي بي لانه قلنا ريسيسيف، بالتالي ما يمكنش اكسبريما بيتي بي الا اذا كانت هوموزيغوت. دونك بيتي بي بيتي بي. بالنسبه للذكر يعطيني 50% واحد على جوج غران بي واحد على جوج بيتي بي. دونك المرأة غتعطيني غير واحد ولا 100% ديال بوتي بي، ميمكنش ليها تعطي شي حاجة أخرى من غير بوتي بي. دونك غنتلاقى ليا بوتي بي مع غران بي، غي تيكسبريما ليا بي، غتلاقى لي بي كبيرة غي. دونك غنحصل على أفراد لي اللون ديال الوجه ديالهم أسود، و إلا تلاقات ليا بوتي بي مع بوتي بي فراه غنحصل على أفراد لي الوجه ديالهم كري. دونك 50% 50% الإحتمالية ديال 50% 50%، داكشي علاش حصلت على ديجا في النتائج عطاوني 50% دان دي فيديو افاس غريز 50% دان دي فيديو افاس نوار، 50% ديال الافراد عندهم الوجه ديالهم اسود و 50% عندهم اللون ديال الوجه ديالهم رمادي. دونك نفس الشيء عندي، وغنكونوا سالينا هاد التمرين. هذا تمرين ساهل ماهل، غير المعطيات اللي كثار فيه بالنسبه للجزء الاول. بالنسبه للجزء الثاني واضح ساهل باين، غير يعني فوا تشوف واحد على ثلاثه جوج على ثلاثه عارف بلي راه عندك الحاله ديال المورثه مميتة. بقى لينا تمرين واحد في هذا الامتحان هذا، هو اللي غنصحو غدا ان شاء الله، اللي هو خاص بالجيولوجيا اللي تاهو عليه 5 ديال النقاط. اخر تمرين في هذا الامتحان وندوزو لسنة 2017.